استاذه رويده، موضوع سرقه الاعضاء والتجاره فيها كمان بقى موضوع كبير جدا وموضوع شائك، وبقى بيعمل قلق شديد جدا جدا عند اوساط كتيره، تفشى بشكل كبير جدا. فخلينا نتكلم الاول عن سرقه الاعضاء البشريه، هل فعلا بقت ظاهره وتعد ظاهره اجتماعيه بشكل واضح؟ طبعا احنا يعني دلوقتي في موضوع سرقه الاعضاء ابتدينا نسمع المصطلح ده حتى كتير، وابتدينا نشوف اخبار كتير، حتى سواء كانت بتتكلمي على عصابات بقت موجوده عندك في مصر، سواء دراسات بتطلع كل يوم، جرائم بقت عندك موجوده. فالموضوع فعلا اصبح تقدري تقولي عليه ظاهره، لان حتى التقارير الدوليه ومثلا منظمه الصحه العالميه اما كانت في تقريرها قالت ان مصر بتعد مركزا اقليميا لتجاره الاعضاء. فتخيلي انت بقيتي حاجه عالميه اصلا، وان هي من اوائل خمس دول، من اول خمس دول في تجاره الاعضاء، وهي الاول على مستوى الشرق الاوسط والدول العربيه. فانت حتى ما شاء الله يعني شوفوا سبحان الله، يوم ما تقدمنا جايين نتقدم في حاجه زي دي. فهي للاسف الموضوع طبعا بقى عندك كبير، اصبح كارثي. سنه عن سنه بقيتي بتشوفي العمليه بتزيد، بتشوفيها سواء كان في حالات خطف مثلا بتحصل بسبب تجاره الاعضاء، او بتشوفيها كقضايا مثلا زي القضايا اللي حصلت في الفتره الاخيره مثلا من سنه، اللي هي 41 طبيب، 41 متهم في مستشفى حكومي، وكانوا متهمين بتجاره الاعضاء. كانوا عاملين شبكه في تجاره الاعضاء، منهم اطباء ومنهم اساتذه جامعه ومنهم. فالموضوع اصبح صعب جدا. انا عايزه اقول لك الموضوع اصبح صعب لدرجه ان احنا اول ما يعني ابتدت الاخبار دي تطلع، اما كنت بسال دكاتره موجودين في القصر العيني وموجودين في مستشفيات حكوميه، يقول لك الموضوع ده بقى له فتره، يعني الموضوع ده مش جديد ولا حاجه، ومعروف لينا كلنا ان في دكاتره شغالين في المواضيع دي. يعني معروف بينهم وبين بعض ان هي كانها حاجه عاديه بتمارس بشكل يعني عادي على العلن. على العلن ان في ناس شغاله في ده، وده حاجه مش مفاجاه لينا ولا صدمه ولا حاجه. بالرغم ان الموضوع كان في بدايته كان صدمه يعني للجمهور نفسه او ما كان بيقرا اخبار زي دي. فالعمليه زادت، عمليات الخطف اللي كل يوم الارقام عندك بتزيد، مثلا حالات الخطف يعني احنا عايزه اقول لك ان ممكن في سنه واحده تتكلمي في 1700 حاله مسجله، رقم كبير جدا بالنسبه لان انت الحالات اصلا مش اغلبها بيتم الابلاغ عنه، احيانا بتبقى في حالات بفديه، فانت الموضوع عندك كبر قوي. يعني انا عايزه اقول لك ان مثلا هنا في تركيا حصلت حالتين خطف في الفترة الأخيرة، تركيا كلها مقلوبة، تركيا كلها مقلوبة على الحالتين. الممثلين طلعوا بتصريحات بيتكلموا عن الحالتين، المسؤولين كلهم يعني ممثلين، انت متخيل الموضوع بقى قضية اجتماعية في حالتين، بتتكلمي في 1700 في سنة واحدة ومحدش بيتكلم ولا حد بيتحرك، بل بالعكس انت عندك كل اللي بيتم اللي بيحصل ان صفحات التواصل الاجتماعي بتقول لك متغيب فلان الفلاني، اهله بيناشدوا ليه، لا هو ده اللي بيحصل عندنا الاجراءات. لكن ان انت تلاقي حكومه بتتحرك، ولا ان انت تلاقي دوله بتنتفض لظاهره ظاهره يعني مش بسيطه.